السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابنا الأعزاء في درس جديد من دروس اللغة العربية في قواعد اللغة. درسنا اليوم بعنوان المفعول المطلق. المفعول المطلق ينتمي إلى باب المنصوبات من قواعد اللغة الذي تحدثنا منه سابقا عن المفعول به والمفعول به، واليوم سنتناول المفعول المطلق. المفعول المطلق فيما سنتعرف على الحال والمنادى في دروس القادمة. ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ بعد قراءة الأمثلة بلفظ صحيح سوف نحلل الأمثلة إلى مفردات، سوف نتعرف إلى المفعول المطلق ومحله من الإعراب، سوف نتعلم لماذا يذكر المفعول المطلق في الكلام، ونتعرف إلى ماذا ينوب عن المفعول المطلق، وأخيراً سوف نحل التدريبات المتعلقة بدرس المفعول المطلق. تقع المنصوبات من الأسماء في اللغة العربية في باب خاص بها، وهذه المنصوبات 15 منصوباً، منها 5 تحت المفاعيل أي تسمى مفعول، وهي المفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول المطلق والمفعول معه ومصدره، عفواً مصدر المفعول المطلق، ويليها بعد ذلك الحال والاستثناء والتمييز والمنادى، اسم لا واسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها، طبعا هذه كلها أسماء منصوبة. ثم التوابع للمنصوب الذي تتبع الاسم المنصوب قبلها مثل العطف والبدل والنعت والتوكيد. وفي هذا الدرس سنتناول فرعا من هذه المفاعيل وهو المفعول المطلق، وسنجيب على سؤال ما هو المفعول المطلق. ستمر معنا كلمات جديدة في هذا الدرس ومصطلحات علمية مثل مفعول مطلق، مصدر منصوب، توكيد الفعل، نائب المفعول المطلق، بيان عدده، ومصطلحات أخرى سنتعرف إليها من خلال درس اليوم. لنتأمل معا هذه الأمثلة. اقرأي لنا الأمثلة يا ابتسام. جزأ المستغلون الأرض تجزئة، أحاطوها بالأسوار إحاطة. نعم أحسنت. إذن جزأ المستغلون الأرض تجزئة، أحاطوها بالأسوار إحاطة. ما هو مصدر كل من الفعلين جزأ وأحاط؟ نعم يا أحمد. تمام. نعم يا إسراء. أنسي جزأ تجزئة، أنسي أحاط إحاطة. نعم أحسنت. إذن جزأ مصدره تجزئة وأحاط مصدره إحاطة. هل جاء المصدر هنا تجزئة وإحاطة جاء من لفظ الفعل أم لم يأتي من نفس لفظ الفعل؟ نعم يا آية. أنت بسعيد السؤال. هل جاء المصدر من لفظ الفعل؟ يعني هل تجزئة جاءت من نفس لفظ الفعل جزأ؟ إيه أنت من نفسه. إذن جاء المصدر من نفس لفظ الفعل، إذن مصدر جزأ هو تجزئة ومصدر أحاط هو إحاطة، وجاء كل من هذين المصدرين من نفس لفظ الفعل. ما هي الفائدة من ذكر المصدر في هذه الجملة؟ ما هو المعنى الذي أضافه على هذه الجملة؟ وفي أي المثالين كان المعنى أقوى؟ هل في قولنا جزأ المستعمرون الأرض أم جزأ المستغلون الأرض تجزئة؟ أيهما أقوى في المعنى؟ نعم يا آية. سيجزأ المستغلون الأرض تجزئة. نعم، لماذا؟ لماذا هي أقوى في المعنى؟ أنسي لأن جزأ المستغلون الأرض تجزئة، أنسي تدل على الكسرة. على الكثرة تقصدي؟ نعم، تفضل يا إسراء. هبة؟ أي أنسي معك. لماذا جزأ المستغلون الأرض تجزئة أقوى في المعنى من المثال الأول؟ أمسي؟ نعم يا ابتسام. هي أنسي جزأ المستغلون الأرض تجزئة، أنسي إجت هون بتدل على الكثرة، أما جزأ المستغلون الأرض يعني جزأوها لأجزاء، أما التجزئة لأجزاء كثيرة. يعني تقصدين أن تجزئة أكدت الفعل الذي ورد في بداية الجملة جزأ. أي أنسي. إذن تجزئة أكدته بإلزام قوي. إذن أكدته وقوت معنى الفعل الذي ورد في الجملة جزأ تجزئة أو أحاط إحاطة. ما هي حركة كل من تجزئة وإحاطة؟
يا أحمد. أنسي الفتح. الفتح. إذا نلاحظ أن الأمثلة في القائمة ب هي أقوى في المعنى من الأمثلة في القائمة ألف، وأن علامة إعراب كل من المصدرين تجزئة وإحاطة هي النصب. ماذا نستخلص من خلال هذه الأمثلة؟ ما هو المفعول المطلق؟ وما هي علامة إعرابه؟ أنسي. نعم يا إسراء. أنسي المفعول المطلق هو مصدر منصوب من لفظ الفعل يأتي بعده ليؤكد معناه. أنسي علامة إعراب المفعول المطلق أنسي الفتحة. نعم أحسنت. إذن المفعول المطلق هو مصدر منصوب من لفظ الفعل يأتي بعده ليؤكد معناه، وعلامة إعرابه النصب. لنبحث معا عن المفعول المطلق في هذه الأمثلة ونذكر ما هي فائدته التي أفادها في ذكره في هذه الأمثلة. إن الوطن لا يفخر بأبنائه المخلصين افتخارا ويعتز بجهودهم اعتزازا، أليسوا بناته الغيورين عليه الذين يجتهدون اجتهادا من أجل بقائه عاليا يعانق السماء. في الجملة الأولى إن الوطن لا يفخر بأبنائه المخلصين افتخارا، أين المفعول المطلق يا ريم؟ افتخارا. افتخارا، هل جاءت من نفس لفظ الفعل؟ ايه أنسي. نعم، إذا المفعول الأول في الجملة الأولى هي افتخارا، وجاءت من نفس لفظ الفعل مصدر منصوب. في المثال الثاني ويعتز بجهودهم اعتزازا يا صفا. نعم أنسي. أنسي اعتزازا. نعم، هل جاءت من لفظ الفعل؟ نعم، وما هي علامة إعرابها؟ الفتحة. الفتحة، إذن جاءت مصدر منصوب من لفظ الفعل. في المثال الثالث، أليسوا بناته الغيورين عليه الذين يجتهدون اجتهادا من أجل بقاء عاليا يعانق السماء؟ نعم يا حنان. أنسي اجتهادا. اجتهادا، هل جاءت من نفس لفظ الفعل؟ إيه أنسي. نعم، إذا اجتهادا جاءت مصدر منصوب من نفس لفظ الفعل. ما هي فائدة ذكر المفعول المطلق في هذه الأمثلة أو في هذه الجمل؟ نعم أنسي. نعم يا ابتسام. أنسي يذكر المفعول المطلق بعد فعل ليبين نوعه أو يفيد أنسي بالتوكيد، يعني عدد مرات حدوث الفعل. هنا أفاد في توكيد المعنى في هذا المثال، في هذه الجمل أفاد ذكر المفعول المطلق في توكيد المعنى، وسنتعرف في الفقرة الثانية عن بيان عدد مرات حدوث الفعل أو كيف يذكر المفعول المطلق ليبين لنا مرات حدوث الفعل. ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية من الدرس، والتي سنتعرف عليها على فائدة ذكر المفعول المطلق في الجملة بعد الفعل. اقرأ لنا الأمثلة يا أحمد. نعم أنسي. وزعوا خيراتها توزيعاً ظالماً، يا ليتهم أصغوا إليها إصغاءً، المتعطش للعدل والإنصاف، أحبوها الحب كله، عشقوها عشقين. أحسنت يا أحمد، بارك الله بك. في المثال الأول وزعوا خيراتها توزيعا ظالما، المفعول المطلق في هذا المثال هو كلمة توزيعا، ونلاحظ أنها جاءت مصدر منصوب من نفس لفظ الفعل الذي ورد في الجملة وزعوا توزيعا. ما هي الكلمة التي جاءت بعدها؟ هي كلمة ظالما، ونلاحظ أنها وصفت كلمة توزيعا. إذن المفعول المطلق في هذه الجملة جاء موصوفا، نلاحظ أن كلمة ظالما هي صفة للتوزيع. كيف كان التوزيع؟ كان توزيعا ظالما ولم يكن توزيعا عادلا. إذن المفعول المطلق في المثال الأول جاء موصوفا وصفته هي ظالما. أما في المثال الثاني، يا ليتهم أصغوا إليها إصغاء المتعطش للعدل والإنصاف. إصغاء هنا هي المفعول المطلق، جاءت من نفس لفظ الفعل أصغوا، مصدر منصوب من لفظ الفعل ونعربه مفعول مطلق، ولكنها في هذا المثال جاءت مضافة ولم تأتي موصوبة. إصغاء المتعطش جاء بعدها مضاف
إليه، المتعطش مضاف إليه وإصغاءه. طبعا هنا عم نحكي عن نوع وليس عن الإعراب، إعرابها في كل الأمثلة مفعول مطلق. أما في المثال الأول جاء المفعول المطلق موصوفا، وفي المثال الثاني جاء المفعول المطلق مضافا وجاء بعده مضاف إليه، هي كلمة المتعطش. أحبوها الحب كله، الحب هنا هي المصدر المنصوب الذي جاء من لفظ الفعل، وهي المفعول المطلق في هذا المثال. أما نوعها فهي معرفة بأل، أحبوها الحب. أما في المثال الأخير عشقوها عشقين، كم عشقا عشقوها؟ عشقين، دلتنا هنا على عدد مرات حدوث الفعل. إذن في المثال الأخير جاء المفعول المطلق ليبين لنا عدد مرات حدوث الفعل. إذن ما هي الحالات التي يأتي بها المفعول المطلق من خلال هذه الأمثلة؟ نعم يا ريم. يذكر المفعول المطلق بعد الفعل لبيان نوعه أو لبيان عدد مرات حدوثه، ويأتي المصدر المبين للنوع مضافاً أو موصوفاً أو معرفاً بأل. نعم أحسنت يا ريم. أيضاً تفضل يا وردة. يذكر المفعول المطلق بعد الفعل لبيان نوعه أو لبيان عدد مرات حدوثه، ويأتي المصدر المبين للنوع مضافاً أو موصوفاً أو معرف بأل. أحسنتم، بارك الله بكم. إذن بكم المفعول المطلق هو مصدر منصوب من لفظ الفعل يأتي بعده ليؤكد معناه. لماذا يذكر المفعول المطلق بعد الفعل؟ إما ليبين نوعه أو ليبين عدد مرات حدوثه كما ورد في المثال الأخير. أما عن المصدر القسم الأول الذي يأتي فيه المصدر ليبين لنا نوع الفعل، إما أن يأتي مضافا أو موصوفا أو معرفا بأل، مثل توزيعا ظالما أو الحب كله أو إصغاء المتعطش، الأمثلة التي وردت في الجمل السابقة. في هذا السؤال استخرج المفعول المطلق واذكر فائدته في قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. المفعول المطلق في هذا المثال هو أخذ، وجاء ليبين نوع الفعل. ما هو هذا الأخذ أو كيف ما هو نوع هذا الأخذ؟ هو أخذ عزيز مقتدر، أي أخذ قوي، أخذ قويا، أخذ عزيزا مقتدرا. من يعطيني مثال عن ورود المفعول المطلق ليبين لنا نوع الفعل؟ نعم أنسي. نعم يا ابتسام. أنسي أحترم أبي كل الاحترام. أنت هنا ذكرتي لنا نائب مفعول مطلق، نحن لم نصل الآن، حتى الآن لم نصل إلى المفعول المطلق، إلى نائب المفعول المطلق. بس لحظة خليكم معي طلاب، في هذا السؤال سنجيب من خلال هذا السؤال سوف نثبت معلوماتنا عن المفعول المطلق وفوائد ذكره في الجملة. يقول تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أين المفعول المطلق في هذه الجملة وما هو نوعه؟ نعم يا أحمد. أنسي أخذ. إذن المفعول المطلق أخذ، هل ورد من نفس لفظ الفعل وما هي علامة إعرابه؟ أنسي أجل، علامة إعرابه الفتحة. نعم، إذن أخذناهم أخذ، أخذ هي مصدر الفعل أخذنا، وهي مصدر منصوب جاء من لفظ الفعل. ما هي الفائدة منه أو لماذا ذكر في الجملة يا وردة؟ سأكد معنى الفعل. نعم، إذن ذكر في الجملة ليؤكد الفعل ويبين نوعه. هل هناك أي سؤال عن المفعول المطلق أو فائدة ذكره في الجملة؟ تمام، يعطيكم العافية جميعا. هكذا يكون انتهينا من القسم الأول من درس المفعول المطلق، وسنتابع في الدرس القادم إن شاء الله نائب ماذا ينوب عن المفعول المطلق، وسنحل تدريبات التقويم النهائي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.